عرف هذا الرجل في المغرب باسم السلطان الأزرق بسبب لباسه الصحراوي الأزرق الذي كان يرتديه، لكن شهرته كانت بسبب مقاومة الاستعمار الفرنسي. وأحمد الهيبة بن شيخ مائي العينين بن شيخ محمد فاضل ولد سنة 1877، وهو الابن الحادي عشر من أولاد شيخ مائي العينين. انتقل من شمقيط ليقام بمنطقة تزنيت حافظ القرآن، كما كان منهمكا في دراسة النحو واللغة والشعر والسيرة النبوية. كان والده قد تم تعيينه سنة 1887 قائد على تندوف من قبل السلطان المغربي الحسن الأول، وكان يصطحبه والده في أسفاره وفي وفدته نحو الملوك العلويين. كما كان السلطان مولاي عبد العزيز يستقبل أحمد الهيبة ويدعمه ماديا. وبعدما عزل السلطان وتولى مكانه مولاي الحفيد، توقف الدعم السلطاني نظرا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي كان يعيشها المغرب. بعد وفاة الشيخ مائي العينين سنة 1910، تولى خلافته ابن أحمد الهيبة، وهذا بإجماع من أبناء الشيخ وأقاربه وتلامذته. ثم عقدت معه قبائل سوس والصحراء البيعة كأمير للمقاومة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي. زاحف الهيبة على مراكش بجيش قوامه 9000 مجاهد، فدخل يوم 15 غشت 1912 بعد 3 أيام من تنازل السلطان مولاي عبد الحفيد عن العرش، ونزل بعسكري قرب حدائق المنارة، وانضم إلى جانب الهيبة في حملة هذه، ودعمه بالرجال والسلاح كالحاج قائد شيضمة وحيد أميس المنهبي وعبد السلام البربوشي الرحماني. وأخضع الهيبة تحت سيطرته وسلطته كبار القوات بالمغرب آنذاك، وكان أبرزهم القائد التهامي والمدني والعبادي والمتوكي والقندافي، وهؤلاء القوات كان أغلبهم متعاونين مع الفرنسيين. استقبل الهيبة بحفاوة عند دخوله مراكش، حيث يصف المؤرخ الفقيه محمد بن أحمد المنوزي دخوله إليها: أمر قادة جيشه بالمسير أمامه، فتقدمه في جيوش لا يحصيها غير خالقها رافعين أعلامهم. ولما وصلوا إلى أبواب المدينة انحشر أهل المدينة إليهم رجالا ونساء بالبارود والزغاريد وأنواع الزينة، وذهبوا به إلى دار المخزن، وفيها أبو بكر خليفة السلطان المولى عبد الحفيد، فأهدى ما يناسبه وأقره في داره ولم يتعرض له بسوء. كان يحكم مراكش آنذاك الباشا إدريس بن مانو باسم السلطان، ويساعده الباشا الجلاوي. وكان عدد المقيمين الفرنسيين بمراكش في تلك الفترة 25 فردا. غادر جل مراكش في اتجاه مدينة أسافي ب6 فرنسيين، اعتقل الهيبة 5 منهم، وهم القنصل ميجري والقائد فيرلي هانو ومدير القنصلية أليكو والدكتور كيشار ورقيب فيورين. فعرض القائد العيادي على الهيبة مبلغ 500,000 فرنك مقابل إطلاق سراحهم، لكن الهيبة فضل الاحتفاظ بهم كرهائن. وحسب بعض المؤرخين كان مولاي عبد الحفيد راضيا على هذه الحملة الجهادية، بل هناك من يذهب إلى أن السلطان كتب سرا للهيبة يحثه على الجهاد، كما أن المولى عبد الحفيد لم يوجه رسائل تهدئة إلى القبائل التي انضمت إلى حركة الهيبة. اعتمد الفرنسيون لمواجهة هذه الحركة على قواد الحوز الكبار، حيث كان الحاج العياذ بن الهاشمي هو الرجل القوي برحمنا التي تشكل مدخلا إلى مراكش، فلا يمكن الاستغناء عليه لمواجهة الهيبة. واعتمد ليطي على قواد المنطقة الجبلية، واستعان أيضا بقائدين عربيين شمال مراكش هما الحاج العياذ بن الهاشمي قائد رحمنا وعيسى بن عمر قائد عبدة.
فخاض أحمد الهيبة 3 معارك كبيرة ضد الجيش الفرنسي في منطقة الرحمنة. الأولى وقعت في 4 صخور في 16 أغسطس 1912، ثم الثانية في بير يوهام في 22 من نفس الشهر، ثم المعركة الحاسمة في سيدي بوتمان يوم 6 سبتمبر 1912. فبقي أحمد الهيبة في مراكش وسلم قيادة الجيش لعمي الأغضف وأخي الأصغر مربي ريبو الذين توجهوا لمنطقة سيدي بوتمان، لكنهم لم يحسنوا اختيار موقع المعركة لما عسكروا على جبهة 4 كيلومترات في مكان منبسط ومكشوف، وقدر عدادهم ب9000 بندقية و4 مدافع وسبحة قدمها الهيبة للقياد مشفوعة بالدعوات. فسقط من قوات الهيبة حوالي 200 فرد إضافة إلى مئات الجرحى والأسرى، كما توفي العشرات في الطريق من جراء العطش ومضاعفة شهر رمضان الذي صادف وقت المعركة. فتفرقت الجموع عائدين إلى مدينة تيزنيت مرورا من منطقة أسني وتيزين تاست. انسحب على إثرها الهيبة من مراكش التي دخل الفرنسيون وحل بأكردوس بجنوب المغرب، حيث القبائل البربرية المتمنعة في الجبال، وبقيت القوات الفرنسية تطارد حركة إلى غاية سنة 1919 تاريخ وفاته، متأثرا بسم دسه له أحد عملاء المخابرات الفرنسية فخلفه أخوه.